أهلا مشاهدي الكرام، مشاهدي أنفاس بريس، ضمن حلقة جديدة من برنامج ضيف وقضية. قضية هذا الأسبوع تتعلق بالاعتداء الجنسي الذي تعرضت له إحدى الطفلات لا تتجاوز عمرها 13 سنة. اعتداء جنسي مرتكب من عدة أشخاص نتج عنه حمل، وهي في الحقيقة مأساة إنسانية لا ندري ما هي تداعياتها النفسية على هذه الطفلة التي يعني عندها طفل آخر بحوزتها. فهذه القضية هذه سوف نناقشها مع الأستاذة عائشة القلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا. أستاذ القلاع، أهلا وسهلا، مرحبا بك مرة ثانية. شكرا سي منير على الاستضافة، كل مرة أنفاس تتابع المستجدات. دائما أستاذة عائشة القلاع، أنت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، يعني بأس كبير تابعنا خلال هذه الفترة الأخيرة، وخصوصا مع بداية شهر رمضان، حالة هذه الطفلة ذات 13 سنة اللي تعرضت لاعتداء جنسي نتج عنه حمل، واقعة إنسانيا قانونيا، كيف ممكن تعلق عليها؟ كنظن حضر واحد النوع ديال الوعي عند المغاربة وعند حتى المتابعين الحقوقيين والمناضلين. هاد القضية ديال هاد الطفلة اللي تعرضت للاغتصاب متعدد من طرف عدة أشخاص، ثلاث أشخاص في عمرها 11 سنة ونتج عنه حمل، طفلة كتنجب طفل في 12 سنة. يعني يمكننا نتخيلوا زعما الوضعية النفسية والاجتماعية ديال الطفلة، ديال العائلة ديالها، ديال المحيط ديالها. يمكن لنا نتصوروا مستقبل هاد الطفلة، مستقبل العائلة، وكيفاش يمكن تعيش على جميع الأصعدة. اليوم كاين واحد النوع ديال التحول ديال اللي ما نبغيش انا يكون فقط هو نوع ديال التضامن العاطفي، لان المساله اكبر من ذلك. المساله تستلزم تدخل من يعنيهم الامر في هذه القضايا. هذه الطفله وكاينين اطفال كثيرون يتعرضون للاعتداءات الجنسيه، وما من مره دقينا ناقص الخطر بانه راه كاين هذا الواقع، والمفروض انه يتم التعاطي معه بعقلانيه ويتم التعاطي معها بحزم وبشدة. قضايا كثير تابعناها وتصدمنا كذلك في هذا الواقع ديال هذا الطفلة هذه اللي كتعرض لهذا الاعتداء الجنسي، كيفاش يتم التعامل معها قضائيا. رغم أنه كاين مقتضيات قانونية اللي كتوصل فيها العقوبة حتى العشر سنوات وأكثر فيما يخص الاغتصاب، الاحتجاز، يعني ملي كيكون المعتدى عليه والضحية طفل أو طفلة، يعني القاضي ما كنستوعبش حقيقة كيف يمكن جنات، ولو أن الملف مازال معروض على القضاء، ولكن أنا بالنسبة لي ملي يكون ضحايا أطفال والواقع أمامنا هادو جنات، إلى أن يثبت العكس، جنات يمكن تمتعهم بظروف التخفيف. كيف يمكن تمتعهم بظروف التخفيف والحكم عليهم سنتين سجن؟ إلا كان القانون وكان المشرع وصل العقوبة لعشر سنوات فما أكثر، كيف يمكن القاضي يحكم سنتين؟ يتخيل، مشينا أبعد من ذلك. هاد القاضي لو كان هاد الطفلة بنته، واش كان ممكن يتعامل بمعنى هاد الظروف؟ كيفاش يمكن القضاة تداولوا في هذا الملف وبتوا فيه؟ اشنو المعطيات اللي كانت حاضره عندهم باش يمكن يعطيو سنتين وفي المقابل ضحيه طفله نتج حمل هذاك الطفل اللي خلق مستقبل هذه الطفله؟ شكون غيحميها؟ المفروض ان الدوله تحمي الطفله، هذه مسؤوليه الدوله وهذه مسؤوليه القضاء. الا بغينا نبقاو نخليو بحال هذه الملفات وتكون مناسبات ديال نصدروا بلاغات او لا ونسكتوا عاوتاني، حنا في كل مره كجمعيه مغربيه لحقوق الضحايا كندقوا ناقص الخطر، لا بالنسبه للاعتداءات الجنسيه عموما ولا خصوصا بالنسبه للاطفال. وكاين في واحد المناطق محدده في المغرب اللي لقينا فيها الاحصائيات وارتفاع العدد، الاحصائيات ديال الاعتداءات الجنسيه على الاطفال كاينه في مناطق محدده من المغرب فيها النسبه مرتفعه. إلا ما تمش التعامل معها بشدة من طرف القضاء، بالنسبة للضحايا خصهم تتبع ومصاحبة ورعاية، الطفلة خصها تتبع نفسي مدى الحياة. هذا هو اللي كاين، شنو هي التداعيات النفسية على الطفلة عندها 12 سنة عندها وليد رضيع؟ أنا أعتقد أنا شخصيا لست طبيبة نفسية، ولكن من خلال
يعني مرافقتنا الضحايا الاعتداءات الجنسية. الطفلة في هذا السن كنظنها مازال ما مستوعباش اش وقع عليها، لانها بقى سن 11 سنة، حنا كنعرفوا 11 سنة الطفل باقي كيلعب في الشارع وكيلعب يعني كطفل. كنظن الطفلة الا ما تمش النجدة ديالها من خلال التدخل بها، احنا كجمعية مغربية لحقوق الضحايا تم الاتصال بي، ولكن تقطع الاتصال ما عرفتش ما عادوش اتصلوا على اساس اننا نتابع معهم في المرحلة الاستئنافية. تم الاتصال بنا من بعد الحكم الاخير، القرار الاخير ديال محكمة الاستئناف. الى تم الاتصال غنتابعوا معهم الملف. كنظن وضعية غتكون كارثية بالنسبة للطفلة وبالنسبة للمحيط ديالها. ما كنظنش تقدر تسترجع القوى النفسيه ديالها ولا الصحيه الا ما كانتش متابعه نفسيه، الا ما كانش تضامن كبير، ماشي تضامن بعبارات في الفيسبوك، ولكن تضامن حقيقي واقع على ارض الواقع، لا سواء بالنسبه للملف اللي معروض على القضاء ولا بالنسبه لسواء المصاحبه ديالها وعرضها على مختصين نفسانيين ولا دعمها اجتماعيا وانسانيا. يعني وهذه حاله اللي هي كتعطينا الواقع ديال حالات كثيره اللي كاينه في المغرب مع الاسف، واللي اليوم من خلال هذه الحاله كنتمنى ان القضاء، وقلناها اكثر من مره، القضاء يتشدد بشكل كبير في مثل هذه الملفات. يعني ظروف التخفيف ما يمكنناش نتكلموا عليها في ملفات مماثله، ظروف التخفيف نهضر نهضره في السرقه، في جرائم اللي هي بسيطه، ولكن في اعتداءات جنسيه اللي عندها اثار على الضحيه، خصوصا ملي يكونوا قاصرين وطفلات واطفال، الضحيه ولا الاسره ولا المجتمع ولا الدوله، كلشي كيعاني في هذا الشيء، كلشي كيخسر، المجتمع كيخسر، الدوله كتخسر، وبالتالي اللي كيتحمل المسؤوليه الاولى والاخيره اليوم هو القضاء، بالاضافه طبعا للمتدخلين اخرين. ايضا من بين ملفات استاذ قلاع اللي كتابعوا داخل الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا، ملف المعروف بجاكوبوتي هذا ديال الفرنسي، اعطينا الجديد حول هذا الملف هذا، شنو اخر المستجدات؟ بالنسبه لجاك بوتي، هذا ملف تابعناه من السنه الفارطه ماي 2022. هذا رجل اعمال فرنسي ثري، ملياردير فرنسي، من اكبر الاغنياء ديال فرنسا، عنده اون سوسيتي داسيورونس ان فرانس، ودار اون فيليال هنا ا طونجي، دي زابيل دي سونتر دابيل. يعني كي هاد الشباب وهاد الشابات اللي ريكروتيوهم يجيبوا دي كونترا داسيورونس بهاد لي سونتر دابيل. جاك بوتي حسب الناس المستخدمين اللي كانوا منذ، لان الشركه بدات من 2009 الى حدود 2013 2014، الوضع عادي، شركه كتشتغل عادي. في هذه المده هذه تغير لو ستاف ديال الشركه، وجاو دخلوا مجموعه ديال المسيرين من فرنسا. هذا جاك بوتي كان هو الرئيس المدير العام قبل ما يعني يقيلوه من يعفيوه من هذا المنصب بعد الاعتقال ديالو في ماي فرنسا، على خلفيات شكايه اللي توضعت من طرف قاصر رومانية الاصل ومغربية، شابة مغربية، وتم متابعته بالتجار بالبشر والاحتجاز والاغتصاب في حالة اعتقال. طبعا كذلك بالمناسبة ديال اعتقاله، تمت كذلك هنا في المغرب تحركات ووضعات ضحايا اللي تعرضوا هنا كذلك الاعتداءات في المغرب. الشركة اللي على فيليال الفروع ديالها هنا في المغرب وضعوا مجموعة ديال الضحايا نساء شكايات على اعتداءات جنسية من جاك بوتي، ومن يسيرون مجموعة ديال المسيرين ديال الشركة اللي بعضهم اليوم راه رهن الاعتقال، متابع في حالة اعتقال في المغرب، 4 أشخاص، وأربعة آخرين متابعين في حالة سراح، والتاسع توفي في حادثة سير بطنجة، كذلك كان متابع في حالة سراح وكان موضوع تحت تدابير المراقبة القضائية، توفى الله يرحمه. الملف كما قلت بدا في طنجة، في باريس، وتم اعتقال جاك بوتي.
هنا طبعا جرؤوا الضحايا انذاك منين علموا بالاعتقال ديالو على انهم كذلك يبوحوا ويبلغوا ويحتجوا على ما كانوا كيعيشوه في هذا المكان ديال العمل. مع الاسف اللي من خلال ما حكوا لنا كان ماشي مكان ديال العمل ولكن كان مكان ديال لا بروستيتيوسيون سي جو بو دير سا. كان التجار بالبشر، كان استغلال جنسي من طرف جاك بوتي ومن طرف وكان الدرجات ولا هناك تطبيع مع هاد الاعتداءات الجنسية داخل هاد الشركات، ثلاث شركات في طنجة. يعني عادي أن جاك بوتي يجي ويهتك عرض هاد الشابات أمام مرأة ومسمع من كل المسؤولين، بل بالعكس ولا عندهم واحد سي جاك زعما راه دار جاك سي جاك زعما هادشي راه معروف عليه سي نورمال و سي دوفوني نورمال في الشركه. كلشي طبع مع هاد الاعتداءات الجنسيه لدرجه حتى الضحايا احيانا ما ولاوش عارفين راسهم راه ضحايا اعتداءات جنسيه، يمكن ولاو كيعتبروا بان يمكن عادي هاد الامر. في فرنسا كان هاد جاك بوتي المتهم يعني احتجز واحد شابة مغربية قاصر اللي بلغات من بعد سن الرشد، منين بلغات 21 سنة طلب منها جاك بوتي انها تعوض هذاك المكان اللي كان محتجزها في واحد لابارتمون في فرنسا اباري بقاصر اخرى. يعني في هذه المرحلة طبعا اللي تم تسجيل واحد الفيديو هو كيستغل القاصر الثانية اللي هي رومانية الاصل، وتم طبعا اللجوء الى الضابطه القضائيه والقضاء في في في, في باريس، وتمت الاجراءات كلها واستبشرنا خيرا من اعتقال جاك بوتي في فرنسا في باريس. وهنا في المغرب تبعت كذلك استبشرنا كل خير من الضابطه القضائيه من السيد الوكيل العام للملك. اليوم في طنجة الملف معروض على غرفه الجنايات الابتدائيه بمحكمه الاستئناف. يوم الثلاثاء الاخير كانت الجلسه الثانيه امام غرفه الجنايات. يعني بالنسبه للمصير قلنا المسار غادي عادي ديال التقاضي، رغم انه كانت مجموعه ديال المشاكل منها الهروب ديال المدير العام اللي كان انذاك اللي هو فرنسي تونسي، من بعد ما صدرت مذكره ديال الاعتقال ديالو من طرف الوكيل العام بطنجه، يعني غادر التراب الوطني مع الاسف هروبا من العداله المغربيه، واللي اليوم يشتغل بفرنسا في الشركه في منصب ديال تسيير بشكل عادي وكأن الأمور عادية، مع العلم أنه ارتكب جرائم جنسية ضد شابات وبالإثباتات إلى غير ذلك هنا في المغرب. وكاين كذلك مجموعة المسير اللي مشاو لفرنسا نفس الوضع، وكاينين اللي اوغوزمون اللي تمكنت العدالة من أنها تلقي عليهم القبض هنا، وهم متابعين اليوم على خلفيات هاد الجرائم اللي ارتكبوها في حق هاد الشابات. مع الأسف طبعا كاين الاخذ والرد وكل طرف كيدافع على المركز ديالو، ولكن نفاجأ من قضاء الفرنسي محكمة الاستئناف في باريس انها كتقضي قضية التحقيق بتمكين جاك بوتي من الافراج المؤقت، الوضع اللي او القرار اللي ايداته الغرفة التحقيق بنفس المحكمة. اظن في مثل هذه الجرائم يعني وانا قلتها متابع في حال صراح متابع في حال صراح، واش ممكن متعو متهم متابع بالتجار بالبشر والاحتجاز واغتصاب قاصر هذا سير بيدوفيل بالمتابعه في حاله صراح مؤقت، زعما اشنو الاسباب اللي يمكن تدعي القول بانه في حاله صحيه عقليه؟ هذه مسألة لا يمكن أن يتقبلها عقل، على اعتبار أن جاك بوتي قبل الاعتقال ديالو كان رئيس مدير العام لشركة كبيرة من أكبر الشركات ميلتي انترناسيونال، كان كيسير هذه الشركات. جاك بوتي كان في المغرب كيجي كي ينظم حفلات في القنصلية الفرنسية بطنجة،
كان دينامي في كل الشركات وكيسير في فرنسا وكيسير في المغرب، ودائما ينظم رحلات من اجل استغلال جنسي للمستخدمات، هو في بنما وفرزازات، هما في جميع انحاء العالم كينظموا رحلات. انا سالت هاد الشابات واش شركات اخرى كيديروا هاد الرحلات بهذا الشكل، قالوا لي اسي 2000 اللي هي اليوم في لافي هما اللي كينظموا هاد الرحلات، وكاين معايير وكاين واحد المسطره اللي كيقولوا سوا ديزون اللي خدموا مزيان يمشيو، يعني هذاك بحال واحد لا ريكومبونس. اي او ميم طون كاينين اللي هو كيطلب انهم يمشيو رغم ما عندهمش هاد الامتياز باش يحضروا لهاد الرحلات، هادو كيمشيو طبعا باش يوفروا الجو باش يتم استغلالهم جنسيا من طرف جاك بوتي ومن طرف هاد المسيرين المجموعه منهم اللي في الشركه. وبالتالي اليوم هاد السيد اللي كان عايش هاد الوضع هذا كله تم اعتقاله كذلك في ماي، والزوجة دياله لأنها كانت مشاركة معاه في كل هاد الأمور وعندها علم بالممارسات ديال الزوج ديالها، بالإضافة لذاك المحيط ديال لي ديريجون دو لا سوسيتي. اي واحد المدة تم اعطاء الصراحة لزوجة بوتي خرجت، وهي بدات كتحرك من الوقت اللي خرجت كتقول هذه المساله، لان حنا قريناها في الصحافه الفرنسيه بانه راه جاك بوتي يعاني ويعاني، وتم الاشتغال على هذه الاستراتيجيه ديال ان جاك بوتي عنده نقص في الادراك والتمييز، يعني نقص في الاهليه، يعني احيانا فقدان الاهليه، وبالتالي كنقلبوا على واحد المبرر قانوني باش يمكن يتمتع بالصراح المؤقت والمتابعه في الصراح المؤقت. ولكن يمكن مرات جاك بوتي تدير هذا الشيء لان هذه زوجه كتقلب على اي حيله يمكن لها. ولكن بالنسبه لقضيه التحقيق انا ما يمكنليش نستوعب بان قضيه التحقيق في فرنسا في دوله العلل العالمي لحقوق الانسان فرنسا للوقت اللي كتكون ضحيه اعتداء جنسي المجتمع الفرنسي يتضامن معها القضاء كذلك كيمارس التزاماته، الدوله كلها كتكون الى جانب الضحيه. ما عمرني عرفت فرنسا مسيرين مسؤولين كبار اللي كانوا ارتكبوا افعال وجرائم جنسيه ستروسكان الى غير ذلك، واللائحه طويله ديال صحفيين اللي متابعين وكانوا مسؤولين، كان وزير داخليه وصحفي في نفس الوقت ومتابع من اجل اعتداءات جنسيه، يعني كيكونوا مسؤولين كبار كيكونوا. ولكن الوقت اللي كتكون هناك الشبهه ديال الاعتداء الجنسي مازال المسطره القانونيه رائجه والملف رائج امام القضاء، القضاء ما كيتساهلش فرنسا. انا اطرح سؤال اليوم كيف يمكن قضيه التحقيق، واش لان القضاء الفرنسي كيعطي الامتياز للاغنياء، لان كيقول بانه هذا السيد غيحط 500 الف اورو اللي يمكن تمكن التعويض ديال الضحايا من بعد الى تحكم الملف لصالحهم. وبالتالي هل المعتدي جنسيا في فرنسا الفقير غادي يبقى معتقل، ولكن المعتدي جنسيا الغني يمكن له يتمتع بالصراحه المؤقت؟ يعني هذا القضاء الفرنسي اليوم انا اضع علامه استفهام. هذه علامه استفهام هي اللي كانت العنوان ديال الوقفه اللي نظمته امام القنصليه الفرنسيه. إيه طبعا لانه اخترنا سيمبوليكمون القنصليه الفرنسيه، هذه تمثيليه هذو الممثلين الدبلوماسيين دوله فرنسا في المغرب، بغينا نوصلوا لهم هذا الميساج بانه لا يعقل في دولة ديال الحقوق والحريات بين قوسين اليوم، لأنه باش كنمتعو متهم بالتجار بالبشر والاغتصاب والاحتجاز وديال قاصر بالإفراج المؤقت بدعوى، وهذه مسألة اللي ماشي يعني متأكدين منها 100%، هذا الحيلة أو الوسيلة اللي بحثت عليها زوجة جاك بوتي باش يمكن راجلها يستفد من الصراح والمتابعة في حال صراح. ثانيا جاك بوتي اليوم تعطاه الصراح المؤقت ما كاين لا براسلي، بمعنى هاد الضحية هذيك القاصر اللي تعرضت للاعتداء، وهذيك الشابة المغربية اللي عندها اليوم 22 ولا 23 سنة وكانت قاصر وتم احتجازها 5 سنوات في نفس المكان، وراه الضابطة وقفات على لابارتمون فين كان كيحتجز هذا الشيء، وعندهم الأدلة ولا فيديو، يعني كل الإثباتات بارتكابه لهذه الأفعال الجرمية. هاد الوضعية ديال هاد الضحايا والجاني طليق
يعني كيعيش حياته ديالو عاديه بكل حريه، ما دار لا براسلي لا كونترول جوديسيير لا غيان. صراحة المؤقت الجاكبوتي وما خصوش يغادر التراب الفرنسي وبس، بمعنى ارتكب من الافعال ما تشاء جنسيه، اعتداءات في اقصى يعني الافعال الجرميه اللي كتوصل لجنايات خطيره، ويمكن لك تمتع بها. يمكن سؤال اخير استاذ عقلا، يعني هل نحن الان امام هذه الواقعه دي في تناقض او مفارقه في القضاء الفرنسي؟ كيف يميز في القضايا بين هاد الطرفين؟ وهذا الشيء علاش حنا كنقولوا واش اليوم كاين خلل عندهم في يعني المنظومه القضائيه؟ واش المتقاضي او المتهمين الاغنياء عندهم امتياز عند القضاء على المتهمين الفقراء؟ واش كاين امتياز بين متهم ومتهم؟ لان حنا تابعنا قضايا اخرى تحكمت مؤخرا امام القضاء الفرنسي وكان متشددا فيها في العقوبات. نحن مع ضحايا الاعتداءات الجنسيه ومع التشديد في العقوبات ضد المتهمين، ما يمكنناش نتعاطفوا بتاتا يكون من يكون، ولكن يكون التكافؤ ديال الفرص وكل مساواة بين كل المتهمين وكل الضحايا. القضاء الفرنسي اليوم ما رعاش الضحايا الاعتداءات الجنسية، هاد القاصرات اليوم اللي تما في فرنسا كيفاش غيعيشوا والمتهم؟ نفس الشيء الوضعية، نفس الوضعية في المغرب. الضحايا الوقت اللي سمعوا بأن جاك بوتي يتمتع به بصراحة المؤقت شدتهم حالة ديال الخوف ديال القلق. كاين عندنا شكايات غنوضعوها في فرنسا ولا عندهم تردد، كيقول لك يمكن ما كاين نتيجه من هذا الشيء ولو نوضعوا في فرنسا، لان احنا كنا كنعتقدوا بان هذا بلد اللي غيضمن لنا الحريات ديالنا والحقوق ديالنا، مع الاسف ضمن الحريه ديال المتهم ماشي ديال الضحايا. وبالتالي كاين نقول لك غير مثال، احدى الضحايا في طنجه يعني كتشتغل في شركه اخرى، الباترون ديال هذيك الشركه قال لها وهانتوما زافي غيان غاني وزا لي ريان غانيها، هو جاك بوتي عطاو الحريه وما كنظنش غيحكموا عليه بالسجن من بعد. بمعنى هذا مؤشر خطير. احنا كنتكلموا على القاصر اللي تحكم ضد المتهمين بسنتين في الرباط وما قبلناهاش، وغنديروا معركه لهاد الطفله وكل الاطفال والطفلات اللي كيتعرضوا للاعتداءات الجنسيه، ولكن في المقابل باش نشوفوا مع الاسف اللي كنا كنعتبروهم مثل في حمايه الضحايا ومعاقبه المتهمين، كي يعني يحكموا او لا كيقضيو بمقتضيات اللي مع الاسف كتشجع الافلات من العقاب وكتقمع الضحايا وكتخليهم يتراجعوا لانهم يبلغوا ويفضحوا الاعتداءات الجنسيه. والجميع يعرف التبعات ديال الاعتداءات الجنسيه لا على الضحيه كما قلت ولا على المحيط ولا على الجميع. بالتالي احنا مازال اليوم متشبتين بموقفنا. انا تواصلت مع المحامين ديال فرنسا باش نعرف هاد يعني بعض التفاصيل منها، قالوا بانه ما كاينش البراسلي وما كاينش كونترول جوديسيا يعني المراقبه القضائيه، ما يمكنلوش يمشي بوينتي عند البوليس كل صباح غيان يعني في الصراحة المؤقت. الإضافة لأن حتى هذا القرار ديال غرفة التحقيق غير قابل للطعن بمعنى نهائي، يعني كلها معطيات مع الأسف كت الضحايا كي يعني كتخليهم في واحد الوضع نفساني أكثر من الوضع النفساني، لأن فاش كنلجؤوا للقضاء كنطلبوا جبر الضرر ويكون عندهم الحق في طلب الانتصاف ورد الاعتبار. هاد القرارات بهذا الشكل كتخليهم يتراجعوا، ولكن كجمعية سنظل كنعرفوا بأن اختارينا طريق صعب ديال الاعتداءات الجنسية وضحايا الاعتداءات الجنسية، سنستمر في الدفاع عنهم. بدينا الخطوة الأولى وكنتمناو أنه الخطوات المقبلة يكون هناك واحد الوعي بهذا يعني التبعات والأضرار ديال الاعتداءات الجنسية وخاصة القضاء والقضاء والقضاء. نعم أستاذة قلاع كنت معنا ضمن هذا البرنامج، شكرا جزيلا لك ونتمنى لك التوفيق. شكرا لك سي منير والأنفاس طبعا مستعدة للاشتغال دائما والترحيب بالجمعية المغربية لحقوق الضحايا. شكرا جزيلا لك.